السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا بقى الأرض والغيط، الريف المصري جميل جدا بقى، بسم الله ما شاء الله. النهاردة طبعا أول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. الدرة اهي ما شاء الله، احنا بعد العصر قبل المغرب اهو، والشمس هتغرب الغرب اهي. شوفي الشمس جميلة ازاي ما شاء الله. شوفي الملوخية، يلا نشوف الملوخية في الأرض. شوفي الملوخية دي لسه بقى منبتة، لسه هتطلع ومسقية اهي الارض مسقية. شوفي الملوخية سبحان الله وصغنونة خالص اهي. شوفي دي الملوخية وهي صغيرة لسه طالعة. يلا نشوف بقى الملوخية كبرت شوية. شوفي ورقة الملوخية بتتكلم لوحدها. وانت لما بتيجي تخزني الملوخية تخزني الورقة، شوفي الورقة بصي. بسم الله الرحمن الرحيم، الورقه نظيفه وجميله ازاي وبتلمع ازاي. ما تجيبيش الورقه بقى متاكله ومتاكله من هنا ومخرمه، بيبقى فيها دوده، والفلاح بيبقى رشش رش كتير، مش نظيفه، بيبقى طعمها مش وحش. وورقه الملوخيه اللي هي بتبقى صغيره قوي دي وملزقه في العود بتاع الملوخيه بتبقى غريبه كده، ما اعرفش هي اذواق عامه، بس دي احلى ملوخيه الواحد بيجيبها. بسم الله ما شاء الله جميله. دي الرجله بقى، الرجله دي لما بتيجي تتاكليها بتبقى زي السائل المخاطي كده. اولا الرجله دي ممكن تضربيها في الخلاط وتحطيها، لو عندك حساسيه، عندك تشققات في الرجل، ايديك خشنه، وشك خشن، في التهابات جلديه بتضيع الالتهابات وبتتاكل. انا بفرمها مع الملوخيه، مفيده للعظم وللجهاز الهضمي، جميله. انت ممكن تكتبي على جوجل فوائد الرجله الخضراء. طبعا بذور الرجله اللي هي السمره اللي احنا بنزرعها في الارض وتطلع ديت، بتتاخد قبل الاكل بساعة كده وتشربي عليها مية، بتبقى عاملة زي الاولستات والشيتوكال والحاجات دي. بتعمل ايه؟ بتديكي طبقة كده مخاطية حول الامعاء، ما بتخليش الامعاء تستفيد بالاكل كله، يعني كأنك عاملة رجيم في المعدة كده ببذور الرجلة السمراء. وطبعا المفروض تاكلي كل حاجة خضرة موجودة قدامك، جميلة جدا. اي بسم الله ما شاء الله. شوف الملوخية دي مزروعة اهي، الملوخية ديت انا متهيألي انا عامله لكم فيديو قديم عن الملوخيه دي في القناه تحت، كنا مقطفينها في السنه اللي فاتت برضو، ولسه اخر كيس عاملاها امبارح، وبتطلع خضره، بتطلع خضره زي ما هي بالظبط. نعم بعملها ازاي؟ بقطف الملوخيه واجيب ميه مغليه اسقط فيها الملوخيه تاخد غلوه، واروح مغيره الميه وحطها تحت الحنفيه وبضربها في الخلاط وهي دافيه، وتعمليها اكياس مركزه ومكثفه بقى، بتبقى ما شاء الله تحفة يا عيال، تحفة. بسم الله ما شاء الله. شوفي ولون الجميل بصراحة، شوفي جميل ازاي. تيجي بقى تشوفي الذرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الذرة جميل، والصف ده كله مزروع ملوخيه بقى مخزن منها السنه دي اهي. امي بتنقيها اهي طرف جلابيتها البنج ده، الشمس الجميله، صوت الريف لوحده والهواء والعصافير. شفتي دي جميل، راحه نفسيه، ولا دكتور نفسي ولا بتاع. تقعدي كده تعرفي ان انت لو مشيتي على الارض حافيه كده برجليكي كده، بيطلع الطاقه السلبيه والكهرباء الزايده. عشان كده الرسول قالك تحافوا، يعني تحافوا، يعني امشي على الارض الحاجه الطبيعيه، مش بلاط بقى، ولا يكون فصل بلاط ولا فصل سيراميك، على خشب، على حشيش، على طين، على رمل، حافيه. تعالوا بقى اوريكم فكره انا اول مره اشوفها بقى هنا دلوقتي. وبالنسبه للرجله بقى يا بنات، فاخويا سمعني وانا بتكلم عن الرجله، قال لي على طبخه حلوه قوي. قول بقى يا ابو عاد. اهي احنا بنضربها في الخلاط مع الملوخيه اساسا. جميله. هو كان واحد حبيبي ياكلها على طول، بيقول لي طبخها جميل جدا. بس ما تطبخيش العروق التخينه دي، عشان بتبقى مززه قوي في اكلها. بتنقي الرفيعه دي كلها. دي ماشي، الرفاعة دي كلها بتتنقل.
ناخد الورق يعني. هتاخد اللي هي الرفيع ده اهي. وبتغسليها كويس. وبعد ما بتغسليه بتحطيها في الحلة على النار. وتبدأ تقلبي شوية على ما تسخن. تسرب ميتها كلها. المية دي اللي بتدي المرارة بتاعتها. بتلقح المية بقى. بعد ما بتسرب ميتها بتلقح المية. وتحطيها بقى مع حتة زبدة مع تشويح البصلة وشوية توم. والصلصة ولا المرقة بتاعتك. وتبدأ تعملها زيها زي السبانخ. تبقى جميلة جدا. مفيدة جدا لأمراض كتير جدا. ومطبوخه بتبقى طعمه جدا جدا وطعمها حلو. يعني صاحبك ده بياكلها وبيحبها وهي مطبوخه كده، فلما شافها بيشتريها بالدولار. فحلوه يعني، بيشتريها بالدولار من بتنباع مطبوخه. الجماعه الخليجيين كلك بياكلوها هناك، مسمينها خضره بره في السعوديه ودول الخليج. مسمين الرجله دي خضره. وبتنباع بالريال هنا. ما شاء الله. وبتنباع مطبوخه؟ لا بتنباع خضره. بتنباع خضره بس احنا على اهلي هم بيطبخوها. هو اول ما اشتراها ما كانش يعرف ايه دي. بيسأل، كان واحد باكستاني قاعد بيبيعها. بيقول له ايه اللي قدامك ده؟ قال له ده خضره مفيده جدا للقولون وللكبد وللكلى. ما شاء الله. وللسرطان ما شاء الله. فاشترى منها. قال له اطبخها ازاي؟ فقال له على الطريقه اللي انا قلت عليها دي. قاعد مع واحد صاحبه بقى في السكن وبيطبخها. السكن ده مصري. فلاح قراري. بيقول له انت جايب ايه دي؟ قال له ده انا شاري خضره جميله جدا ومفيده جدا. قال له ده رجلي. رجلي. قال له رجلي. قال له عندنا الفلاحين بينقوها ويلقحوها على المسا. احنا ما عندناش ثقافه. قال له مفيده جدا جدا جدا. وجربوا طبخها من ساعتها. هو جه هنا عند الارض شافها امبارح بقى عمال ينقي منها وخد منها كيس كبير، وقال لي انا هروح اطبخها، ده انا بحب طبخها جدا. اتعود عليها وبياكلها. وبيشتريها بفلوس. بيقول لي بتبقى طعمه، بس شرط انك بس تسرد الميه اللي فيها عشان ما تحسيش بمزاز. تسرد الميه الاول، وانت تاخد بقى الورق بعد ما سرد الميه بتاعته وتبدا بقى تشوحيه بقى مثلا ممكن تعمله تقليه بصل توم. وينطبخ زي الطبخ العادي بقى. ينطبخ زي الطبخ العادي. طب والله فكره حلوه، نبقى نجربها. وجميل جدا. انت عارف بقى المصريين هنا ما عندهمش ثقافات كتير غذائيه، وعشان الحاجه موجوده عندنا في الارض فاحنا بنرميه. هو اهم حاجه الورق الناعم. الورق الناعم العرق التخين ده نسيب. بيبقى صعب في اكله شويه. لا والله معلومه انا اول مره اعرفها في حياتي. انا بستخدمها في مجالات تانية بقى، وبتنحط للشعر بتنعمه خالص، وللبشره وللرجل، لتشققات الرجلين، للناس اللي عندها تشققات رجلين صعبه يعني. جميل. الرجله دي ليها فوائد كتير جدا جدا جدا، ومخاطيه كده. فالمخاطيه ديت بتضطر الجلد. يلا نشوف الزير كله. ها والركاب اللي بن المفاصل اللي بن الغضروف. السائل اللي بين اللي في الركب. اللي هو لما بيروح بيحصل بقى الخشونه وتاكل الرجلين والركب تطرقع. المواد المخاطيه دي بتجدده. اكل بقى. اكل. ما هو في دكاتره كتير يقول لك الملوخيه كلها عشان الغضاريف. ايوه. والجيلاتين اللي هو في الجيلي والكوارع، ما هو ده كله بتبقى الكولاجين اللي هي المواد المخاطية دي. نصور بقى الزير الكولمان ولا الكولمان الزير، بيقولوا عليها ايه؟ كولمان. بس والله الناس بتفكر. يلا يا جماعة تعالوا نشوف فكرة جديدة للكولمان، انا اول مرة اشوفها هنا اهو، بس جميلة بقى. شوفي بقى حاجات بقى جديدة دي. بصي بقى الزير الكولمان، الكولمان الزير بعيد اهو عشان تشوفيه. ده ايه الزير بتاعنا العادي خالص. تعرفي كان في دكتور بيتكلم يقول لك الفرق بين الماء الحي والماء الميت. الماء الحي اللي بنحطه في المواد الخزفيه، المواد الخزفيه ديت دي ده هي طبيعيه فيها مسام بتفلتر الميه. بتفلتر الميه يعني ايه بتفلتر الميه؟ يعني بتطلع لك الاملاح كانك حطاها في فلتر، مش عارفه 5 مراحل 6 مراحل 10 مراحل. شوفي بقى بتعمل ايه. ده بينباع كده. انا كنت بحسب اخويا هو اللي عامله الصراحه، بيحب الحاجات دي. لكن كان في دكتور بيتكلم عن الماء الحي والماء الميت، فبيقول لك الماء الحي هو كل ماء طالع من الفخار من القلل. فعشان كده احنا لازم طول الوقت نعمل ميه الفخار وماء القلل. نعمل كده يعني ايه؟ تخلي الميه بتاعتك طالعه من الماء الفخار وماء القلل. فالماء الحي ده الفخار بيخلي الميه تحتفظ بالماء الحي بخصائص الماء الحي بتاعتها. شوفي كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو بتحط المي بصور بايد واحده طبعا اهو. احنا جايبينه ده ب 80 جنيه وبعد ما جبناه لقيناه لقيناه بينباع بره ب 50 جنيه وموجود في كل حته عند الناس اللي بتلف في الفخار. اه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده غير ماء القاروره والميه اللي طالعه من البلاستيكات والكلام ده كله، ده ماء مفلتر طبيعي. الماء الحي الميه ما بتنحط في الحاجه الفخار بتخليها تحتفظ بجوده الميه بصفات الميه الشفائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جميله بسم الله ما شاء الله على فكره وطعم الميه حلو. تقطف الملوخيه امي بتقطف بستقطع امي عادي يا جماعه، في حد ما بستقطعش امه؟ انت الحبايبه حبيبي. الموضوع صعب جدا، مش اي حد يقطف ملوخيه على فكره. لا والله الملوخيه وبتبقى حلوه اول لما تنحط في الثلاجه كده بتلاقيها بتسمر. طعم الملوخيه يفرق بقى في طريقه الاتيكيت اللي تقطف الملوخيه. ده هي بقى بيقلص على لا الملوخيه اللي هي بتبقى ورقها رفيع قوي دي ما بتديش لا انتاج ولا طعم ولا لون ولا ريحه، والناس بتحبها بس هي اذواق عامه يعني. انا بحب الورقه التخينه الكبيره المليانه دي. هنقعد نقطف بقى الملوخيه دي كلها ما شاء الله. الجو حلو بره، الشقق فظيعه. في النملة النهارده وهنا بخزنها بالطريقه اللي بقول لك عليها دي، والله بتقعد معايا من السنه للسنه. اخر كيس كنت عاملاه امبارح بغليها، بتاخد غلوه واحده على النار واصفيها تحت الحنفيه واغسلها وهي بتبقى دافيه كده بضربها في الخلاط، وبتحطي كيس بقى بيبقى مكثف مركز تطلع حلوه جميله. مغرب هي الدنيا. انا هجيب السلم احطه اهو واطلع اظبط الدش دي ها. ده انا ثالث مره انت الشغل، وجبت واحد اول امبارح عملناها حطيناه وقال لي سبكته باسمنت وجبس واللي شرجته 100 اهو.